يا آلي جرى مشى الحال. اهلا وسهلا، السلام عليكم. صباح الخير غزاله ديالي، شخباركم؟ كيف دايرين؟ شنو كتعاودوا؟ كلشي بخير؟ كلشي لاباس؟ كلشي 5 5؟ المهم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، تكونوا نشطين، تكونوا بخير، وتكونوا سامعين كل خبر زوين على عائلتكم وحبابكم اللي عزاز عليكم. المهم غزاله ديالي مع فيديو جديد ان شاء الله. الى اول مره كتشوفي القناه ما ترددش انك تشاركي وتفعلي جرس باش دائما يوصلك جديد الفيديوهات ديالي. وشكرا بزاف البنات على الدعم ديالكم، شكرا بزاف على لايكاتكم وعلى تعليقاتكم الزوينه. دونك كيف ما قلت لكم مع فيديو جديد، بديت لكم هذا الفيديو في الصباح بكري، يلا عاد شويه باش فقنا دونك. ولكن صراحه مفتالي ما غاديش نقدر انني نكمل معكم لانش بوكس وداكشي، لان فريمون غادي نتزرب ومي كيجي ترونسبور راكم عارفين، ما خاصنيش نبقى شاده هنايا بزاف وداكشي. ايوا هي هذيك يا لالا. نط مع الصباح راكم عارفين ضروري نوض مع الصباح وداكشي باش نشوف شنو غادي نوجد لهم ولا شنو غادي نعطيهم. صراحه هاد النهار درت لهم غير داك دونيت ودرت الاخر لي نوغات، هما اللي قليتهم وصافي مع هكا عصير، وضروري كيديو معاهم هكا شويه د المكسرات، هادشي شنو عطيتهم وصافي. هي هذيك نط يا لالا. قلت لها اريش مدرسه كتنوض، الحمد لله تبارك الله ما شاء الله عليها، ما كنلقاش معها مشكل، الله اكبر. يعني اون فامي كنقول لها غير اريش مدرسه صباح الخير، صافي كتنوض في البلاصه كتنوض، وهي اللي كتمشي عاد كتفيق خوتها كتبقى نوض نوض ماوا نوض زنوبه نوض. ايوا هي هذيك صافي بديت بها هي الاولانيه، على ما كندخلها للحمام، على ما كنغسل لها وجهها، وعلى ما كتدخل حاشاكم الطواليت، المهم شلا حاجات كديرهم. وعاد كنهبطو كنهبط الحوايج ديالها، ديجا الحوايج دائما كنكون موجداهم بالليل، يعني داكشي اللي غادي نبدل لها ونلبس لها وداكشي كنكون موجده بالليل. صافي كنهبطها هكا، عاد كيبقى البنات وحده مور وحده كتدخل الحمام، على كل وحده ما كتقاد الفراش ديالها، وعاود على ما كيلبسوا حويجاتهم عاد كيهبطوا لتحت. ايوا مهم هي هذه قديتها، رصيت لها الامور ديالها، الشوينطه ديالها، البنات كذلك. وهذا صافي جا ترونسبور وداهم للمدرسه، الله يوفقهم ويوفق لكم وليداتكم يا ربي امين. ايوا هي هذيك صافي. وانا ما خلاص والله ما كفاني الوقت البنات باش نشد لكم داك اللقطات، ما كفانيش الوقت، وخفت لما نطلع على الترونسبور وداكشي، مع اليوم ما كانتش عندي الطوموبيل باش نقول حتى الا مشى الترونسبور ولا شي حاجه انا غادي نوصلهم ونصور على خاطر خاطري. صافي هي هذيك صافي، قلت من الاحسن صافي خليني نزرب
ونهادك ونصيفطهم حسن ما نجز عاد كنصور وداكشي، وغادي ياخد لي داكشي الوقت. ونصدق واحلة بالنسبة لزينب، راه زينب خلاص تبارك الله ما شاء الله كبيرة، راه بوحديتها كتمشط وبوحديتها كتقاد الأمور ديالها كامل. مروة لا، مروة باقي ضروري أنا اللي خصني نمشط لها. وهذا إوا صافي إوفا هكا، كيفاش صيفطتهم فما كاين لا نعاس لا والو، ما تابعنيش شي حاجة تخصني نديرهم، وخاصني نخلي كل حاجة مقادة في داري، لأنه إن شاء الله بإذن الله تابعنيش لا حاجة ما نديرهم هاد اليومين. إوا هي هاديك صافي، قلت من الأحسن أنني حيت بعد شي مرات البنات ما كتبش عليكم، كتكون عندي الدار مجموعه كلشي، وهذاك ما كنحتاجش على انني زعما نوض ونشوف شنو ندير ضروري، لا كنرجع اختي نتكا كنهز التليفون كنبقى نلعب فيه، وبعد شي مرات كنرجع كنعس حتى كدير هكا جوي داك 10 ونص عاد كنوض. المهم على حسب كيفاش دازت الليله ديالي، كاين بعد شي مرات راه ما كنعش مع اريج، كاين بعد شي مرات اللي واخا ما كنعش مع ما كان واخا بناتي كيكونوا ناعسين والامور هانيه وداكشي، انا ما كنكونش دايزه لي الليله مزيانه، ولا كنكون عيانه ولا ما نعساش ولا شي حاجه، ضروري الا غد لي في الصباح ملي كنصيفطهم كنرتاح. اختي يا اختي لا اله الا الله محمد رسول الله، ضروري ناخذ راحتي في صحتي وفي داري وشو سميتو، باش منين كنوض كنوض بكل حيويه ونشاط. اما يفوا الا بقيت عاطيه الدرك على راسي حتى حد ما غيعقل علينا البنات، اللهم كل واحد يدير داكشي على قد جهده، ما تبقاوش ديروا شي حاجه اكثر من الجهد ديالكم، حيت فريمون النهار اللي غادي تطيحوا في الركنه راه ما كاينش اللي غادي يعقل عليكم، ولا حداك غادي تشفع لك، ولا كلام الناس غيشفعوا لك، لا 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 لا, لا. ابدا، صحتك هي الاولى. حسيتي براسك خاصك تنعسي سيري نعسي، حسيتي براسك خاصك ترتاحي سيري ارتاحي، حسيتي براسك خاصك ديري شي حاجه سيري ديريها، راه ما كاينش اللي غادي يحس بيك قد راسك، ما كاينش اللي غادي ياكلها في صحته من الناس اللي غيهضروا فيك ولا هذا قدك انتينا، انتينا اللي غتحسي بداك الالم وبداك الشعور وبداك هذا، حتى شي حد من بعد ما غيعقل عليك. اللهم منين يقول لك راسك ديري شي حاجه سيري ديريها، وتبعي احساسك وشعورك وصحتك هي الاولى. ايوا المهم هي هذيك قلت لكم البنات، صافي ملي كنكون عوال على اساس انني نرتاح صافي راني كنرتاح، ملي كيكون عندي جهد وعندي صراحه ما ندير وهذا، وكيكون فيا الحماس فاكيد كنوض وكنشوف شنو غادي ندير وشنو غادي نقادد وشنو غادي نوجد، كنزول عليا. المهم كنبروغرامي انا الوقت ديال راسي بيدي انا، ماشي بيد شي حد اخر. ايوا صافي هي هذيك. مع هنايا اصلا انا كنت بوحديتي في الدار، كان راجلي خدام الصباح وراكم عارفين خدمه ديال راجي، فراه كينوض على بون بور 5 ديال الصباح باش كيمشي للخدمه وداكشي. ايوا ومهم انا فاش صيفطتهم وداكشي صافي في 8، ما صراحه ما رجعتش نعس اصلا، نط اون فورم نط زعما الصراحه مرتاحه، ما عنديش زعما شي كسل ولا شي مشكل، اللهم لك الحمد. صافي قلت والله ما نرجع لا نتكا لا تليفون لا حتى حاجه، غادي نمشي ندير فراسي الكوراج وغادي نصوب داكشي اللي خاصني نصوبو. فراكم شفتو عندي هكا شويه ديال التصبيط، مشيت طويتو كامل، زولتو عليا، رصيتو، عاود كل حاجه رصيتها في بليصتها وقادتها، باش هكا منين نحتاج شي حاجه منين نبغي شي حاجه اكيد نمشي لها نلقاها واجده في بليصتها مطويه. وهذا ما كاينش الربل في كل بيت، وما كاينش داكشي هكاك يكون تالف اون فوا نقلب عليه ولا شي حاجه ما نلقاش، دونك مشيت طويت داكشي اللي كان عندي كله رصيتو، اللي كنت زولت لا بيت نعاسي ولا بيت ديال البنات، يعني داك الافريشه وداك الشيء. وفي نفس الوقت كان عندي هكا واحد شويه ديال الحويجات سورتو ديال مروه وديال عريش، مشيت عاوتاني كلشي هبطتو رصيت لهم في بلايصتهم، سريولات مع سريولات، كبيبطات مع كبيبطات، كسيوات مع كسيوات، باش هكا الفامي كتمشي كتهزي كتلقاي كل صف ديال حاجه، ما كتلفيش ماشي شي مع شي مع شي، كتبقاي تقلبي وتروري، والماريو اكيد راهي اللي درتي له بحال هذاك الشكل راه كلشي كيتقلب. اللهم كل حاجه بوحديتها هكا كتمشي قاصده لذاك الحاجه اللي انت بغيتيها. وصافي رصيت كي قلت لكم داكشي هكا في بليصتو صافي، وخلاص بيت البنات راه ديجا كيجمعو هما، بيتي انا ما هبطت حتى كون جمعتو. ودزت هنايا حيت السيجور خلاص ما جمعتوش البارح بالليل، ما كنتش جمعته، قلت حتى معليش غدا الصباح ان شاء الله باذن الله ونجمعو ونقادو مع ساهل. وفي نفس الوقت صراحه انا كان خاصني ندوز على السفلي الغبره، كيف ما لاحظتوا معايا انا في لا فيديو اللي قبل درت غير الفوقي ما خملتش كاع السفلي،
السفلي كان عندي نقي ومقادد، ولكن الغبره خاصها فريمون تمسح. صافي هي هذيك، يعني حاولت كنحاول انني نقسم الشغل ديالي باش ما نعياش، وكل مره كندير حويجه ما داكشي ما كيكثرش عليا وما كنحش بداك تماره. البارح كيف ما شفتو صوبت الفوقي كامل وقديتو بهذا الغبره وداكشي، وفي نفس الوقت كاين شي لقطات ما كنشاركهمش معاكم بحال الصالون حتى هو قديتو الليل تحت كومود اللي جايه في هذاك اللي جايه في السرير قبل الصالون، الدروج حتى هما حتى هو مسحتو قديتو. المهم كاين شي حاجات اللي ما كنقدرش اني نشاركهم باش ما يجيكمش فيديو هكا طويل بزاف، ولكن ديجا كنكون زعما انا قديتهم. النهار اللي ما كنكونش قاداهم وداكشي راه كنقولها لكم. صافي هي هذيك دزت جمعت هكا شويه سيجور وقديتو، مشيت كذلك مسحت هاد المبل تي في مع داك البرودوي. الصراحه غزال 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 داك البرودوي ديال الخشب، حتى هو واعر زوين بزاف. هنايا حاولت انني نرجع التلفازه لهاد الجهه، حركتها باش مسحت موراها وداكشي، عاود رديتها لبليصتها. ايوا صافي هي هذيك، وكنحاول انني نمسح داكشي كامل اللي راه عندي تما محطوط. وهانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله على اللمعه اللي غادي تولي كاينه في هاد الطبيله هادي. وبالنسبه للبنات اللي كانوا تسولوني قالوا لي اسماء منين شريتي لها الرجيلات، صراحه البنات راه كاينين بزاف ديال الانواع والاشكال، وكيف ما انا كنت شاركت معكم في داك الفيديو راه فلتوه، كنت مشيت لولاد ميمون، هو مشيت جيت فين كيبيعوا البنوات وداكشي، مشيت لتما تما فين كاينين نورمالمون هادشي ديال الرجيلات ديال الطبيلات وديال البوفات. المهم عند داك اللي كيكون كيبيع هادشي ديال الافريشه راه عنده وريدويات وداكشي. ايوا هو اللي مشيت لعندو، الصراحه ما كاينش بزاف ديال لو شوا، وكاين اثمنه طالعين بزاف 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 في الثمن. صافي هي هذيك. المهم صراحه اهم حاجه ما عجبنيش داكشي، لو كان هذا نزعم ناخذ. المهم ما عجبنيش، وشي حاجه بغيتها انا تجيني يعني سامبل وعاديه، لان الحلاوه ديال الطبله في داك البساطه ديالها. صافي من بعد مشيت، كنت اصلا خاصني نمشي للمرجان، مشيت للمرجان وانا شويه هو يقول لي راجلي عفوا يلا ندخلوا لبريكوما يقدروا يكونوا تما كاينين الرجيلات. قلت له صافي يلا. ايوا صافي هي هذيك، دخلنا لبريكوما سبحان الله العظيم، مشينا سولنا بلاصه ديال الرجيلات ديال الطبيلات وداكشي، صيفطتنا البنت. عرفتي كاينين تبارك الله ما شاء الله انواع واشكال، راني ديجا كنت شاركتهم معاكم ولقيت هادو اللي جايني هكا شي حاجه اللي سامبل وعاديه وعجبتني الصراحه، وباثمنه جد مناسبه. ما عرفتش الصراحه واش كانوا ب 19 درهم الحبه ولا كانوا بشي 24 درهم الحبه، يمكن 19 درهم الحبه، والله ما بقيت عاقل على الثمن بالضبط، ولكن الثمن ما بين 19 درهم 24 درهم شي حاجه كي بحال هكذا. صافي جبتهم كيجيو معاهم داك لافيس ديالهم وداكشي، وزولت داك الرجيلات اللي كانوا ديجا في هاد الطبيله داك القصيره حيت كانت قصيره كاع في الارض، وركبت هادو. صراحه جات على هاد الشكل عجبتني، تهزات واحد الشويه وجات زوينه، ما جاتش عاليه وما جاتش حادره عاوتاني بزاف. وكي قلت لكم تبارك الله داك البرودوي كيرجعهم الصراحه كيرتي وكيبري، وبالنسبه للخشب وصراحه هو زوين داك البرودوي ويكس سميتو البنات. كان ديجا عندي واحد كازينو كنت كناخدو من المرجان هذاك جاي في الشفاشه، راه جايب بحال شكل ديال ديودورون، كنت كنستعملو بزاف في الكوزينه البنات لا تعقلوا. ولكن فاش لقيت ويكس هاد لا مارك الصراحه خرجت زوينه، قلت علاش لا ما ناخدش حتى ديال الخشب ونجرب، وصدقت الصراحه زوينه. دابا راه ويكس مخرجه بزاف ديال لي برودوي ديال الاتات وديال هادشي، والله العظيم الا فنينا البنات. انا زعما مجرباهم تقريبا كاملين، لا ديال الطبايع لا ديال الحمام لا ديال الروبينيات لا ديال الفراش واللي كيزول الطبايع بلا ما. المهم بزاف بزاف ديال الحاجات عندهم صراحه زوينين ديال بصح. ايوا المهم هي ديك دوزت على الطبيله وقديتها حتى هي ومسحتها ورصيتها، رصيت الامور ودوزت بيان سور لاسبيراتور على الزربيه وعلى الدار كامله. راني ما تشاركتش خلاص معاكم على الدار كامله، لان الصراحه ملي كنكون شعلها كنقول اللهم ندوز على الدار كامله احسن من الشطابه. منين كتكون لاسبيراتور في بلاصه وكنعجز انني نمشي نجبدها، عاد كنلقى الشطابه قدامي كندوز بالشطابه وخلاص. بالنسبه للكوزينه
مشيت دزت غسلت المعينات ديال الفطور اللي ما تشاركتش معاكم عاوتاني الفطور. المهم مع كتب بوحديتي وداكشي درت داكشي خف على الزربان. والله العظيم درت البنات غير شويه ديال هذاك ديال زويته واتاي وزويتنات وحطيت قدامي زبيده هادشي وزعما هادشي باش فطرت وصافي وجمعت وطويت الروينه ديالي كامله. البنات غادي ندوز باش نصوب لهم العشاء. دونك بالنسبه للغداء انا ديجا باقي لي من البارح شويه شويه من كل حاجه عديسه. المهم ديبانيت الغداء دابا ان شاء الله باذن الله غادي ندير لهم العشاء. بغيت ندير لهم لي بات نوريهم لكم. اول مره غندير معكم هاد لي بات. درت الماء سخن البنات ودرت معاه شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه غادي ندير. المهم لي بات على حسب لي بات اللي بغيتو ديروهم. انا عندي هادو دونك غادي ندير هادو. بالنسبه لهذا انا درت جوج لان يلا يلا نتكافاو معاهم ان شاء الله باذن الله ونخليهم يطيبوا على خاطر خاطرهم. ودابا غادي ندوز باش غادي نصوب لاصوص. ما ننساش واحد ثلاثه ديال الوريق خاص الرند اولا ورق ديال سيدنا موسى كيعطيو بنه زوينه. وبالنسبه لاصوص كاين اللي ما كيديرش كاع هادي البصله كيدير نيشان لاصوص طوماط وداكشي. انا خيتي كتعجبني فيها هادي البصيله كنحكها وكنحك حتى مطيشه عاديه. حيت كان قلت لكم كاين اللي كيدير غير لاصوص طوماط وصافي كيوجدها غير بلاصوص طوماط. غادي ناخذ كذلك التويمه. انا عندي التومه صغيره داكشي علاش خديت جوج. كانت كبيره ديرو غير ضريس بركه. وغادي ندير كذلك شويه ديال زويته وغادي نردهم فوق من البوطه. يتقلى واحد شويه على ما نوجد عاوتاني مطيشه. كي قلت لكم نستعمل الطبيصل ديال اريج. غادي ندير البنات مطيشه غير هو مطيشه من الاحسن انكم تزوروا الزريعه ديالكم. قلت لكم البنات والله الا لاصوص هكا كتجي زوينه كتجي بنينه كديروا فيها مطيشه هكا عاديه بصينه تويمه. المهم كتحسوا براسكم كتاكلوا شي حاجه زوينه ماشي كيف حال غير لاصوص طوماط بوحديتها ديال سوليس ولا داك. المهم على حسب كل واحد شنو كيستعمل. انا صراحه كتعجبني سوليس المذاق ديالها كيجيني زوين بزاف وما كنقدرش انني نستغنى عليها ولكن ضروري ما كندوز هكذا بصيله ومطيشه تعرفي الحاجه واكلاها فيها القوام بعدا. وصافي بقيت كنخمم شنو ندير شنو ندير العشاء شنو ندير العشاء. معانا كي قلت لكم دائما حنا كنديروا ما بين عشاء وغوتي كنحطوا هكا في الماكله. صافي وقلت ندير لي بات وغادي نديرهم على شكل غراتا. وكيف ما كتسمعوا عندي الضجيج زين برا مسكينه كتخدم التمارين ديالها. انا خدام كيخدم مع مروه عندها انجليزيه دابا ايوا واريج راها دايره مع ليها كتمشي تلعب مع باها.
صافي البنات بحال هكا. ايوا دابا هي لهنا حتى هي ما غاديش نساولها واحد الوريقه ديال سيدنا موسى. وغادي نضيفو كذلك واحد المعلقه ديال مطيشه هاد الحك. غادي نديرو يا لالا دابا شويه ديال الفلفل الحمراء. شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، ونخلي هذا الشيء يطيب واحد شويه مع بعضياته عاد نكمل. دابا يا لالا هانتوما من بعد ما كطيب لنا شوفوا كيفاش كترجع بحال هكا. دابا غادي نضيفوا لاصوص طوماط ديال سوليس. صراحة انا اعز وحده عندي هي سوليس. عاد غادي ندير الكفته البنات، ما كنديرش الكفته هي الاولى عاد كندير سوليس، لا كندير سوليس هي الاولى وعاد كندير فوق منها الكفته. صافي غير كتبدا هكذا البنات كتغلالي كنبدا كنحط في الكفيته ديالي. صافي ودابا غادي نبدا نحركها وانا تنحاول انني نحلها حتى كتفردت لي. صافي اون فوا كتفردت كيدخل لها الطياب وكتغلي صافي كنطفي عليها. كتكون عندي لاصوص ديالي واجده، راه كتجي كي قلت لكم قدها قد لي بات، يعني بجوج بيهم كيجيو قياس واحد في الطياب. انا البنات غادي ندير صافي لانها نورمالمون راه هي وجدات. غادي ندير هنايا الحليب وغادي ندير معاها هذه البشاميل فرونت منصوبه. انا هذه راه نورمالمون كتصوب بيطو ديال الحليب، داك النهار انا استعملت فيها النص في نص لتر الحليب ودابا خليت النص غادي نستعملو عاوتاني في نص لتر الحليب. يعني غير كتقطيها كديريها في على الحليب وكتخلطي حتى كتعقد. انا كنضيف لها في التالي واحد القبيصه ديال الكوزه. لينا صافي هادي وجدات ولي باك حتى هما وجدوا، غير غادي نخلط دابا. شتي هاهي وجدات، دابا غير غادي نخلط. صافي البنات دابا غادي نخلط كلشي مزيان. شوفوا البنات عرفتي شنو درت؟ شوفوا شنو درت، زولت واحد شويه ديال لاصوص. عرفتي علاش؟ حيت خفت لا تكون لاصوص كثيره، قلت غادي نخلط الا احتاجيت لاصوص نزيدها، الا جات هي هذيك ما عندي علاش.
حيت تبارك الله كاين لاصوص بكثره. شوفوا البنات نورمالمون راه جات هي هذيك، شوفوا تبارك الله كلها من البصه، ما عرفتش واش نزيد هذا الشيء ولا لا، غير نزيدو ياك البنات، لا لا غير نزيد حيت فريمون غادي تجي بنينه بزاف بلاصوص. عرفتي يا بنات دقتها يا سلام واعره. بسم الله كنت عاد غادي ندير غير المول الاخر الصغير تبارك الله. صافي غندير لهم غير وقيلا غير قد هكا، وهذا الشيء غادي نديرو في بواطا. اختي عيني كبير شتي. صافي دابا بقى عندي فين نزيد، شوفو تبارك الله هيا عيني توجد لي لاصوص بيشاميل. هيا البنات وجدات لي لاصوص، شوفو كيفاش كتجي، ما درت لها لا ملح لا والو، درت لها غير واحد شويه ديال الكوزه. صافي غادي نديرها هكا من الفوق. صافي دابا غادي نديرها البنات غير الفرماج وغادي ندخلها للفران. هاد الفرماج البنات راه واعر، انا هذا هو اللي كان اللي كيعجبني نخدم، مني ما كيبقاليش والله الا كنهز الدبيله. صافي دابا غادي ندخلها للفران غير تحمر هاد الجهه الفوقانيه وصافي نخرج. هيا البنات من بعد ما كتوجد شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي بنينه هائله بالعاني، قسمتها لكم ماما. حوته حوته فيها حوته، حوته هي زعما لا ماشي دجاج، لحم كفته حيت عندها حوته. المهم هو اللحم سواء كان دجاج ولا كفته ولا حوت. ماما حوته البحر، حوته البحر هذه ما فيهاش حوته البحر، هذه فيها حوته ديال الكوري. المهم انتم البنات شوفوا ما شاء الله كتجي واعره بنينه، جربوها اوكي، جربوها البنات اكيد غادي تعجبكم، انا متيقنه انها غتعجبكم، كتجي في المذاق يا سلام. المهم دابا البنات انا كتشارك معكم الطبله ديالي كيف ما هي، واخا حتى شي حاجه ما هانتوما شوفوا الكمير باقي هنايا في هذيك ديالو، بيدود الماء محطوط هنايا، قرعه ديال مروه. المهم ما تديوش على داك الشيء. انا وصلت البنات وهادي اريج اروزه هنا بنات، وصلت لتاني ديال الفيديو، كنتمنى الفيديو ديالي يمكن الاعجاب ديالكم، ما تساونيش من لايكاتكم، ما تنساونيش من التعليقات ديالكم الزوينه. نقول لكم تهلاو وحتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم الى كتب الله، وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما عشيوتكم. باي باي.